انا اطلع انام. ابوك ما سمعش الصوت. الابره ارميها ترن. هي هنا المشكلة، اوكي؟ شوفوا المشكلة هنا بالضبط، هنا ان اكبر مشجع لك في الاشياء اللي تسبب لك جهنم، توديك دايركت جهنم، انه يكون اهلك داعمينك، اوكي؟ يعني بكرة ترى بنتك مو بس بنتك، انت اكثر واحد تدخل جهنم. انا يعني استغفر الله، انا ما اتمنى ماشي، لكن هذا الواقع حرام يا ابوي، حرام حرام. لكن علي الحرام ذمتي ذمة.